السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم جوابا عن سؤال: لماذا فرض الله الصلاة في السماء؟ لماذا ربنا عز وجل فرض جميع العبادات والمعاملات والأحكام فوق الأرض إلا الصلاة؟ ربنا عز وجل فرضها من فوق سبع سماوات. وهذا الموضوع هو يندرج في إطار فقه العبادات، وكنا في حلقات سابقة تحدثنا عن كل ما يتعلق بالعبادة من الأذان والوضوء والغسل والتيمم ورفع الجنابة والتطهر من دم الحيض وغيرها من المقدمات للوصول إلى الصلاة. لماذا هذا الموضوع أيها الأحباب الكرام؟ لنذكر بأن الغاية من خلق الخلق ووجودهم فوق الأرض هو عبادة الله تعالى. الناس ربما قد ينشغلون بالمعايش، الناس ينشغلون بالأعمال الدنيوية الكثيرة، وهذا أمر طبيعي، ولكن يغفلون بأن الغاية من الوجود هي العبادة. ربنا قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي المقصد من الخلق، ومن أعظم العبادات وأجلها هي الصلاة. ما هي الصلاة؟ هي صلة بين العبد وربه. كل من يحافظ على الصلاة هو يحافظ على الصلة الوثيقة المقدسة بينه وبين ربه، وكل من ضيع الصلاة إنما يقطع العلاقة بينه وبين خالقه، فلا ينتظر المدد إلا أن يتوب الله عليه. المدد والعطاء والكرم والرحمة والثواب إنما يتأتى بأن تحافظ على الصلة بيننا وبين ربنا عز وجل. هذه الصلاة ربي سبحانه جعلها فريضة على كل مسلم وكل مسلمة، لا مناص من ذلك، وقد أمر بها كثير وكرر الأمر بها في القرآن العظيم. من ذلك أنه قال جل جلاله: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأقيموا فعل أمر، وقد يقيم الإنسان هذه الصلاة ولكن لا يحافظ عليها في أوقاتها، فقال ربنا عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في سياقات كثيرة في القرآن العظيم ربنا بين الفينة والأخرى يذكرنا بأهمية الصلاة، حتى أن هذه الآية ذكرناها جاءت في سياق قضايا متعلقة بالحياة، بالجهاد، بالزواج، بالطلاق، بالمعاملة المالية، ويذكرنا في خضم هذه الحياة التي تموج بالمشاكل وبالصراعات والخلافات يقول لنا: فأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، إن الصلاة كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه العبادة هي الركن الثاني من أركان الدين بعد التوحيد، لأن سيدنا النبي ماذا قال؟ قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. عاد قال: وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهي الركن الخامس، هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة بعد التوحيد، وهي عماد الدين، لا يقوم الدين إلا بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. رأس الأمر الإسلام يعني التوحيد، وعموده الصلاة، وليس هناك أي عذر.
للإنسان أن لا يؤديها. نلاحظ بأن بعض الناس في حياتنا اليومية ربما يتأخرون عن أداء الصلاة أو يغفلون عن أداء الصلاة، وهناك للأسف الشديد هناك أناس لا يصلون، رجالا ونساء. هذه الصلاة هي لا تسقط عن أي رجل بالغ، إذا كان رجل بالغ منذ أن يبلغ منذ 7 سنوات 10 سنوات إلى أن يلقى الله تعالى، لا تسقط عنه في أي حال من الأحوال أبدا. والمرأة أيضا لا تسقط عنها إلا إذا كان عندها حالة الحيض أو حالة النفاس فقط، وتبقى دائما المرأة تصلي إلى لقاء الله. وطبعا في الحيض والنفاس لا تؤمر بقضاء الصلاة، وإنما تؤديها بعد أن تطهر. هذه الصلاة أيها الأحباب الكرام هي مخالفة لباقي الفرائض الدينية، كل الفرائض الدينية إنما نزلت فوق الأرض، إلا الصلاة فرضت في أعلى المقامات خلال رحلة الإسراء والمعراج، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة. كل العبادات إنما تم تبليغها عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، إلا الصلاة فقد تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من ربه عز وجل لما وصل إلى سدرة المنتهى، وكان قاب قوسين أو أدنى من اللي كان سيدنا جبرائيل يصعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وكان يصل إلى المقامات العالية ويخترق السماوات إلى أن وصل إلى السماء السابعة، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. هنالك وقف جبريل وقال: يا محمد، لكل منا مقام معلوم، وأنا لم أصل إلى هذا المقام أبدا إلا اليوم كرامة لك. فقال: يا جبريل، إذا تقدمت خطوة احترقت، ولكن أنت يا محمد إذا تقدمت خطوة اخترقت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاوز السماوات السبع ووصل إلى سدرة المنتهى، وكان قاب قوسين أو أدنى. هنالك ربنا عز وجل فرض عليه الصلاة، وهنالك ربنا سبحانه وتعالى أمره بها. لهذا فنحن لما نصلي أيها الأحباب الكرام علينا أن نعلم بأن نقوم بالإسراء والمعراج في كل يوم. لما نريد أن نصلي ونرفع أيدينا متوجهين للقبلة هذا إسراء، هذا إسراء. ولما نركع لله سبحانه وتعالى هذا معراج، ولما نسجد لله تعالى هذا وصول إلى مقام سدرة المنتهى قاب قوسين أو أدنى. فهذه كرامة أعطاها الله لنا، هذه فلسفة الصلاة. استحضر دوما أيها العبد المؤمن، أيتها المرأة المؤمنة، عند كل صلاة أنتم في إسراء ومعراج. لما ترفع يديك وتقول الله أكبر وتقف بين يدي ربك هذا إسراء، إسراء يعني أنك انقطعت عن شغل الدنيا وعن هموم الدنيا ووصلت بين ربك. اقطع حبل التفكير، اجعل قلبك متجه إلى ربك. ولما تقرأ القرآن الكريم ثم تركع، هذا الركوع هو معراج، معراج يعني صعود إلى السماوات. ولما تصل إلى السجود هنا سوف ترى بأنك وصلت إلى مقام سدرة المنتهى قاب قوسين أو أدنى. ولماذا ربنا عز وجل فرض السجود مرتين والركوع مرة واحدة؟ لأن في السجود ربنا يعلم بأن إبليس يغار، إبليس يقول: ابن آدم سمع النداء فلبى وأنا أبيت. فإبليس هنا يتسرب لكي يدخل إلى مخك لكي يجعلك لا تخشع في صلاتك. لهذا ربنا أمر بتكرار السجود مرتين حتى يخنس إبليس قاب قوسين أو أدنى. فهذه الصلاة أيها الأحباب الكرام هي أهم عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى، وقد كانت في الأول 50 صلاة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الطويل، قال: فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال لأخي موسى:
ماذا فرض ربك على أمتك؟ فقلت فرض علي 50 صلاة. فقال موسى يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن قومك لن يستطيعوا، سني أنا تجربتي مع بني إسرائيل لن يستطيعوا. فقال سيدنا النبي بأنه لا زال يراجع ربه كل مرة، وسيدنا موسى يقول له اطلب من ربك التخفيف، حتى قال في الختام يا محمد إنهن 5 صلوات في كل يوم وليلة، ولكل صلاة 10، الحسنة بعشر أمثالها، فذلك 50 صلاة. هذا الحديث أول حاجة كان نستحضر فيه المقام ديال نبي الله موسى عليه السلام، كيف أن العلاقة بين الأنبياء علاقة محبة وأخوة، ولماذا العلاقة ما بين أتباع الأنبياء هي مبنية على العداوة والبغضاء. كيف أن سيدنا النبي محمد يخاطب موسى يا أخي موسى، وهما في عالم الملكوت، ولأن سيدنا موسى هو الأول قبل فرض الله عليه الصلاة، لما أوحى إليه قال له إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا الكلام قاله ربنا عز وجل لما بعث سيدنا موسى لبني إسرائيل، قال أنت الأول غتبدأ بالعبادة، وبين له جلال الله وملكوت الله، فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة في الإسلام هي فرض 50 صلاة، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته الواسعة أراد أن يظهر رحمته للعباد فجعلها 5 صلوات. هو يعلم سبحانه وتعالى أننا نستطيع أن نؤدي 50 صلاة، نستطيع. لو لم يراجع سيدنا النبي محمد ربه عز وجل، ولو لم يتدخل موسى عليه السلام، لكانت الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة. هل نستطيعها؟ أي نعم، نحن نستطيع ذلك، لأن ربنا عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جميع الفرائض الدينية قادرين على أن نقوم بها، لكن الله تعالى أراد أن يظهر رحمته للعباد فنقصها وخفضها إلى 5 صلوات فقط في اليوم والليلة. لماذا؟ لكي يبين لنا بأن من يضيع 5 صلوات في اليوم والليلة مع القدرة على أداء 50، هذا جرم فادح، هذا خطر كبير. لماذا أيها العبد المؤمن وربك قد خفض الصلاة من 50 إلى 50 ومع ذلك لا تستطيع؟ فالقيام بالصلوات 5 مرات في اليوم والليلة ليس كثيرا، هو دقائق معدودات. وإذا كان الإنسان يقول لك لا أنا ما عنديش الوقت، أنا عندي انشغالات كثيرة، أنا عندي التزامات كثيرة، هذا غافل ويرتكب في حق نفسه ظلم كبير. إذا كان كيشعر فعلا بالمشقة في أدائها، إذا كان كيشعر كذلك، السبب ليس في الصلاة، السبب في ضعف إيمانه، ضعف إيمانه. وهنا خنعالجو الإيمان. إذا كان شوف قال لك أنا ما قدرتش نصلي، كنقول العطب جاء من ضعف إيمانك، فعليك أن تصحح الاعتقاد بكرامة الصلاة عند الله، وعليك أن تستشعر تأثيرها في إصلاح النفوس، وعليك أن تعلم بأنها فيها أجر وثواب كبير. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي، وقد علمه جبريل عليه السلام، أننا نفتتح صلاتنا بالتكبير ونختتمها بالتسليم، ونؤدي فيها الركوع والقيام والسجود والجلوس وقراءة القرآن. كل هذا فيه معاني المحبة والخشية والثناء على عظمة الله وقدرته. إننا لما نصلي لله ربنا يريد منا أننا نقوم بالاتصال، يعني ما يسمى بلغة العصر لا كونيكسيون، احنا كنديروا الكونيكسيون مع الله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم. اش كيوقع في هذه 5 مرات في اليوم؟ انه يقوم هناك التفريغ والشحن، يعني هناك تفريغ وشحن وشارج جديد. كل صلاة انك تستقبل من الله تعالى الانوار، وتستقبل من الله تعالى القوة، وتستقبل من الله البركة. فالذي يحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة بخشوع تجده دوما فرح مسرور، لأن الصلاة أولا بها يفتح الله أبواب الخير، يكون دعاؤك مستجاب. والصلاة هي مقوية للقلب،
قلبك كتبقى سعيد ونفسك فرحة. والصلاة هي مبيضة للوجه الذي يصلي لله، خصوصا بالليل. من أقام لله بالليل حسن وجهه بالنهار، يعطيك الله واحد الجمالية في الوجه ديالك، ماشي الجمال بالمقاييس ديال الموضة والجمال، وإنما جمال نوراني رباني. ثم هذه الصلاة كتكون هي منشطة للجوارح ومذهبة للكسل. ملي كيصلي العبد المؤمن كيقوم بحركات رياضية مهمة، كتساعد الدورة الدموية، كتساعد في غسل الجسم وتطهيره، وهي أيضا حافظة للصحة. الصلاة حافظة للصحة، بل هي جالبة للرزق، لأن الله سبحانه وتعالى اللي كيصلي ليه كيقول لهم: يا ملائكتي افتحوا لعبدي أبواب الرزق وأبواب العطاء وأبواب الكرامة. وهي جالبة للبركة، كتبقى مولاها مبارك، زوجتك مباركة، أولادك مباركين في العمل ديالك، الناس كتخدم معهم كلهم مباركين، الجيران مباركين، العائلة والأسرة والأحباب، كتشعر بالبركة حولك، وهذا ببركة الصلاة. ثم إنها دافعة للنقمة، يعني الإنسان يقدر يتعرض للحسد، يتعرض للأذى، ملي كيصلي الصلاة تدافع عنك، دافعة للنقمة. ثم إنها مبعدة من الشيطان، ما كتخليش إبليس يقرب منك، يضعف إبليس ملي كيقترب منك، الأنوار ديال الصلاة كتحرقه. اللي ما كيعرفش على الصلاة إبليس دغيا كيتسرب ليه، يدخل ليه المخ ديالو، يدخل ليه القلب ديالو، يدير ليه الوسوسة، يدير ليه القلق، يدير ليه التوتر. وخا يكون من أغنى الأغنياء، وخا يكون من أصحاب السلطان، وخا يكون من المشاهير الفنانين والرياضيين، إلا كان ما كيصليش كيدخل ليه إبليس، ومن ثم كيعطيه الوسوسة، كيعطيه الاكتئاب، كيعطيه مشاكل نفسية، صراع داخلي. لكن المؤمن كتكون الصلاة مبعدة له من الشيطان، وهي سبيل الفلاح والنجاح والفوز بخيري الدنيا والآخرة. لهذا قال ربنا عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح، الفلاح والنجاح. ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولكن الإنسان تعرض، لا قدر الله، إلى أي ابتلاء، لأن الإنسان حتى المؤمن معرض للابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. المؤمن معرض للابتلاء، وقد يصاب أيضا بشدائد، ولكن المؤمن عنده العلاج، عنده الدواء، عنده الترياق. ما هو الصلاة، لأن الصلاة هي علاج لكل شدة ومصيبة، وهي مفتاح للصبر. ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ملي تكون عندك مصائب وشدائد، إما مع نفسك، إما مع زوجك، إما مع أولادك، إما مع زملائك في العمل، إما عندك ظروف صعبة، أول ما تفكر فيه قبل أن تستخدم عقلك ودماغك لتحلل وتناقش ما هي أسباب هذه المشاكل، ما هي دواعيها، ما هو أثرها، قبل كل هذا النقاش العقلي والذكاء المنطقي، عليك أن تستعين أولا بربك بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، لطالما تعرض للبلاء في الدنيا، تعرض للشدائد، وتعرض للأمراض، وتعرض لكيد الأعداء، كان إذا أتعبه أو أحزنه أمر يقول: يا بلال، يا بلال قم فأرحنا بالصلاة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. كيكون عنده مشاكل كبيرة مثل الجبال، وسيد النبي عليه أن يفكر ويجد الحل، لكن قبل أن يفكر يقول: يا بلال قم فأرحنا بالصلاة. فلما يصلي ربنا يلهمه التفكير السليم، ويلهمه القرار السليم، ويلهمه القوة والبركة. فيا أيها الأحباب الكرام، ربنا غني عن صلاتنا، نحن الذين في حاجة إلى الصلاة. أنتم أيها الأحباب الكرام، نحن جميعا قد نواجه في الدنيا شدائد، نواجه متاعب، نواجه مشاكل. قبل أن تتعلم كيف أحل مشاكلي، كيف أدرك أن أجد الظروف المناسبة، الحل الأمثل ابدأ بالصلاة أولا. صلي، أثناء صلاتك ربك يلهمك الصواب، ربك يعطيك المدد، ربك يأتيك بالفرج. أما إذا اعتمدت فقط على عقلك ومخك وتجربتك في الحياة، ستبقى تدور في دائرة مغلقة.
ان سيركل فيكسيو، تبقى دائما تدور في دائره مغلقه، لن تستطيع ان تخرج من هذه الدائره، وكانك مقيد. الصلاه ترتفع بك، اسراء ومعراج، خروج من الدائره المغلقه، ثم سفر في ملكوت الله الى ان تصل الى سدره المنتهى، الى ان تكون قاب قوسين او ادنى، وانا ذاك دعاؤك مستجاب، وعملك كله مبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نحافظ عليها، ولندرك بأن المسألة ليست مزاجية وليست اختيارية، هذا واجب، هذا فرض، هذا أمر خطر، لابد أن نصلي. نقول هذا الكلام لماذا؟ لأننا نأسف أننا أحيانا نغفل عن الصلاة، أننا نضيع على وقتها، بل نأسف كثيرا لما نرى بعض أحبابنا وأقاربنا أنهم لا يصلون، أنهم يزهدوا في الصلاة، مع العلم أن الإنسان إذا ما قدر الله تعالى وأدركته الوفاة وانتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، إذا مات أول ليلة على ماذا يسأل وعلى ماذا يحاسب؟ سيحاسب، أول ما سيحاسب على الصلاة، قبل أي شيء آخر يحاسب على الصلاة. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فأيها الأحباب الكرام، المسألة ليست هزلا، الأمر جد والخطب خطير، لا بد أيها الأحباب الكرام أن نستحضر أننا يوما ما سوف نموت وننتقل إلى عالم الملكوت، وأول ما سوف يسألك ربك عز وجل عن الصلاة، هل تؤديها أم لا؟ بل إن القرآن العظيم لما تحدث عن أهوال يوم القيامة، لما يحشر الناس بين يدي رب العالمين ويقومون، ربنا يأمر العباد بالركوع والسجود لكي يقيم الحج علينا. من منكم يصلي؟ الذي يصلي سوف يركع بكل بساطة، والذي لا يصلي لا يستطيع، كما قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الله تعالى يتكلم على واحد القوم، إما منافقين إما مشركين إما مخادعين، يقول يوم القيامة: يا ربنا نحن مؤمنون نريد أن ندخل إلى الجنة. فيقول الله عز وجل: من منكم كان يصلي في الدنيا وكان مؤمنا؟ ها أنا الآن بين أدوركم كي يبان لكم، أقوموا طبعا لن يظهر الله كله. ربنا قال: يوم يكشف عن ساق، هذا موضوع كبير، عن ساق يعني ساق الله، الله له ساق أم لا، هذا موضوع كبير جدا، يعني أن الله تعالى يتجلى في جزئية صغيرة من ذاته العالية، لأن الله لا يتجلى للعباد إلا للعباد المؤمنين. سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر يوم القيامة، لكن بقية العباد اللي فيهم الشك ربي يتجلى لهم، وحتى تجلي صغير جدا في جزء من ذاته العلية، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذوك المشركين والكافرين والمنافقين والمخادعين كيبغي يسجد ما كيقدرش، كيلقى بأن الظهر ديالو صار مثل خشبة لا يستطيع، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، هنا غيخشعوا، شوفوا الجلال الإلهي والعظمة الربانية، ديك الساعة غادي يخشع بالقوة عليه، بالسيف عليه. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني كنتم تدعون من قبل إلى العبادة وأنتم في سلامة وأمان، ولكن كنتم ترفضون. لهذا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نستحضر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحتضر. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحتضر عند خروجه من الدنيا ويلفظ أنفسه الأخيرة، أوصانا بوصايا كثيرة، وكان من أهمها أن قال آخر ما قال، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة. فعلينا أن نحافظ على هذه الصلاة أيها الأحباب الكرام، وإن شاء الله في الحلقات المقبلة سوف نتحدث عن أحكام هذه الصلاة، لكن لا يعلمها فليتعلمها بطريقة بسيطة وخاشعة ومقاصدية، واللي كان لكي يصلي يجدد معلوماته ويصحح معلوماته، ونأخذ إن شاء الله الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، كيف كان النبي الكريم يصلي
وكيف كان صحابته يصلون خلفه، وكيف كان جبريل عليه السلام يعلم سيدنا النبي الصلاة، يعني صلاة النبي الكريم كأنك تراها رأي العين. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.